عيناي لأستذكر العيد تسمع أذناي صوت تهليلات المسجد بعد الصلاة، الله أكبر الله، وتطل أمام ناظري مشاهد أطفال يرقدون هنا وهناك، وأصوات مفرقعات وزوامير صغيرة ورنات أجراس دراجات هوائية وصوت بائع حلوى شعر البنات. كل عام وأنتم بخير. كل عام بخير. فأبتسم إذ أتذكر كم كان العيد جميلا. السلام عليكم مستمعينا، أنا ميمة الكاوي وأنتم تستمعون لقطيفة يومية من قطائف رمضانية. لم نكن ندخل إلى البيت في نهار العيد، فمع وجود أبناء الأعمام والأخوال وخاصة أولئك القادمين من مدن أخرى لقضاء العيد، كنا نلعب حتى تتعب أرجلنا، ونظل نأكل من الحلويات والمشتريات الممنوعة في الأيام العادية حتى نشبع، فنوبخ لأننا لن نتمكن من تناول وجبة الغداء يومها. كنا نشتري الألعاب البلاستيكية التي لا تدوم سوى يوم واحد، وكان طقسا من الطقوس أن كل بنت في يوم العيد يجب أن تشتري اللعبة البلاستيكية الشقراء المقلدة، وكان لابد لكل طفل أن يكون معه مسدس الماء الأحمر، فكنا إذا ما اقترب المساء نبدأ بلعبة إطلاق الماء على بعضنا، ويا ويلنا عندما ندخل البيت وثيابنا مبللة من رأسنا حتى أخمص قدمينا. العيد للأطفال هكذا يقولون دائما، لكنني كنت أحس ببهجة الكبار أيضا، خاصة عندما يتزاور الأهل والأقارب في أول يوم، فتبدأ الزيارة عند بيت معين ثم يتجمع معهم آخرون ويذهبون إلى بيت قريب ثان، ثم يقوم الجميع لزيارة القريب الذي بعده، وهكذا حتى يصل الدور عند آخر بيت فيكون ممتلئا بالأقارب حد عدم وجود مكان للجلوس. فكانت الضحكات والتبريكات والتهاني تتعالى، والعيديات تتهافت على أيدي الأبناء والبنات، وكان لحضور الكعك ميزة خاصة، فقبل أيام من العيد كان مجموعة من نساء العائلة يتجمعن عند بيت معين، الله أكبر الله، فيقمن بالطقوس الخاصة بصنع الكعك ويبدأن بحشوه بالتمر وبالفستق والجوز، فكانت الكميات تكفي جيشا من الناس، ولكنه في أول يومين من العيد لا يبقى منه شيء يذكر، وكانت ذروة الفرح في أول يوم تبدأ بالخفوت في ثاني يوم، ثم ما تلبث أن تعود الحياة في ثالث يوم إلى روتينها، فيقضي الأهل ما تبقى عليهم من واجبات اجتماعية ويتذكرون من يحتاج إلى صلة رحم بعيدة القرابة. لست أدري لماذا أظل أتذكر الأعياد السابقة ببعض من الشجن، فالأعياد اليوم لم تعد مثل السابق، فلم يعد هناك بهجة تسر الروح كثيرا، وكأن وهج الحياة بدأ بالانطفاء شيئا فشيئا. ولكنني أفرح عندما أرى الأطفال يرفضون كل ذلك ويصرون على اللعب والفرح وممارسة طقوس العيد، وإن لم تكن تشبه طقوس زمان، وإن كانوا يشتكون من انتهاء العيد مع أول يوم، ولكنهم يأبون إلا أن يفرحوا ويتقفزون هنا وهناك مداعبين ما في قلوبنا نحن الكبار من رغبة باستعادة يوم واحد من تلك الأيام الرائعة التي لن تعود. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. ودافعين إلينا بالأمل بوجود فرح قادم في الأعياد القادمة. أنا ميمة الكاوي وأنتم استمعتم لقطيفة يومية من قطائف رمضانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.